عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. فضلت الشيخ مصطفى؟ نعم مصطفى. كيف حالك يا شيخ مصطفى؟ ربنا يبارك. الحمد لله، الله يبارك فيك، الله يحفظك. سؤال بس يا فضلت الشيخ معلش. اتفضل. دلوقتي اخويا كان مسافر الكويت وتوفى. الله يرحمه. الله يرحمه، غير متزوج، مش متزوج هو. تمام؟ وعنده شقة وطبعا فلوس، يعني اللي هو توفى في حادث هناك. وهو مش متزوج وعنده أولاد. وأقاربه والده ووالدته متوفية. والده عايش وأنا أخوه وأخته فقط لا غير. والده موجود. كيف يتم ال من الموجود يا أخي؟ من الذي تركه الميت؟ من هم؟ أبوه ومن؟ أبوه وأخوه وأخته فقط لا غير. أخته وأخوه ليس لهما شيء، التركة كلها للأب. نعم. مع السلامة. الله يحفظك.